هذا وكانت كلمة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في قمة جدة للأمن والتنمية، مؤطرة للأهداف والرؤى والقيم التي تسعى مملكة البحرين لترسيخها ودعمها في المجتمع الدولي من خلال الشراكة الاستراتيجية مع دول العالم بشكل عام والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص. نعم، حيث مثلت كلمة جلالة الملك المعظم أيده الله رسالة بحرينية إلى العالم أجمع تؤكد دعم المملكة لكل ما فيه صالح الدول والشعوب. رؤية وأهداف مشتركة شارك بها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه قادة الدول الشقيقة والصديقة خلال قمة جدة للأمن والتنمية، وكلمة أوضحت نهج البحرين في تعزيز الشراكة الاستراتيجية لكل ما من شأنه دعم الجهود المشتركة في مختلف الملفات. وأوضح أيده الله في بدايات كلمته أن ظروف منطقة الشرق الأوسط تتطلب تفكيرا متزنا وعميقا لكيفية الخروج من الأزمات. إن منطقة الشرق الأوسط ذات المكانة الاستراتيجية الدولية المهمة عانت على مدى سنوات ولا تزال من ظروف سياسية وأمنية واقتصادية صعبة وتحديات بالغة الخطورة، الأمر الذي يتطلب منا تفكيرا متزنا وعميقا لكيفية الخروج من الأزمات والصراعات الدائرة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي لا بد من حلها بتسوية عادلة ودائمة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية، إضافة إلى ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية ومواصلة الدعم الإنساني والتنموي للشعب اليمني. وبيّن عاهل البلاد المعظم خلال كلمته أن أخطر تحد قائم هو التدخل المباشر في الشؤون الداخلية، داعيا لاحترام سيادة الدول وقيمها الدينية والثقافية ونهجها الحضاري في احترام الآخر والتسامح والتعايش السلمي. وقد آن الأوان لتوحيد الجهود لوقف مثل هذه التدخلات احتراما لسيادة الدول وقيمها الدينية والثقافية ونهجها الحضاري في احترام الآخر والتسامح والتعايش السلمي، على وعلى مواصلة الجهود المشتركة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ومحاربة الإرهاب والفكر المتعصب وتنظيمات المتطرفة الخارجة عن القانون. وأوضح جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه أهمية التعاون تلبية لتطلعات الشعوب، مؤكدا أهمية استمرار حماية الملاحة الدولية وتأمين إمدادات النفط والتجارة العالمية من خلال التعاون البناء كما في مملكة البحرين بين قوة الدفاع البحرين والأسطول الخامس للبحرية الأمريكية. نؤكد على أهمية استمرارية عمل القوات البحرية المشتركة وتفعيل قوات واجب مشتركة إضافية بالنظر إلى دورها المحوري في حماية الملاحة الدولية وتأمين إمدادات النفط والتجارة العالمية عبر مضيق هرمز وباب المندب. ونقدر عاليا التعاون المثمر والبناء بين قواتنا البحرية الباسلة والأسطول الخامس للبحرية الأمريكية لما يزيد عن 75 عاما من مملكة البحرين. وتعتبر أسعار الطاقة العالمية عنصرا مهما في عملية التنمية الاقتصادية عالميا، ولذلك أكد جلالة الملك المعظم دعم كل الجهود التي تهدف لاستقرار أسعار الطاقة عالميا. نؤكد على أهمية المزيد من الدعم للجهود الرامية لاستقرار أسعار الطاقة العالمية بما في ذلك زيادة الاستثمارات لتوسعة الاستكشاف والتكرير وإدخال التقنيات الجديدة التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي العالمي
ومواجهة تضخم الأسعار. كلمة اتسمت بالتفاؤل لمخرجات قمة جدة للأمن والتنمية، ومنهج واضح طرحه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، احتوى على رسالة بحرينية إلى العالم أجمع تؤكد دعم المملكة لكل ما فيه صالح الدول والشعوب، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول والولايات المتحدة الأمريكية.